لما ننظر في التاريخ الإسلامي يعني الأمر لم يكن قاصرا على 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 فترة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فترة السيرة، وإنما مثلا لما نجد واحد مثل سيبويه العالم اللغوي المشهور، سيبويه توفي وعنده 32 سنة. طب الفترة اللي لما توفي عنده 32 سنة وملأ العالم نحوا وصرفا ولغة، يبقى إذا معنى ذلك كان ده في فترة الشباب ماذا كان يفعل؟ أن الإمام النووي عليه رحمة الله يعني صاحب الكتاب المشهور رياض الصالحين الذي يعرفه معظمنا ده توفي عنده 44 سنة، يعني معنى ذلك أنه فترة الثلاثينات وفترة العشرينات من حياته كان عالم مشهور. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية كان عنده 22 سنة لما فتحها، إذا ده يعني لما كان قائد الجيش وقائد الفتح عنده 22 سنة، يبقى معنى ذلك الفترة اللي كان فيها عنده 15 سنة و16 و14 ده أين كان يتدرب؟ كيف ينظر إليه في هذه الفترة التي سبقت 22 سنة؟ أعرفتم الآن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الإسلام إلى هؤلاء الشباب وأهميتهم؟ ولذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في طاعة الله، أين سيكون؟ يكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصيتي لكم آباء وشبابا أن تعمقوا صلتكم ببيت الله سبحانه وتعالى، لأن بيت الله سبحانه وتعالى هو الذي سينشأ فيه الآباء وينشأ فيه الشباب على حب دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد.